السلام عليكم. البارحة الجامعة التونسية أو بالأحرى الصفحة الرسمية للجامعة التونسية على الفيسبوك هبطت بيان قالت أنيس البوسعيدي ومنتصر الوحيشي هما المدربان المؤقتان للمنتخب التونسي حتى يأتي ما يخالف ذلك. حتى يأتي ما يخالف ذلك راه عندها معنى كبير برشا، وهذيك الخفايا ما بين السطور واللي بحول الله باش نكشفوها مع بعض. البارح الجامعة هبطت نورمالمون خبر كيف كان نحكي عليه البارح، ما حكيتش عليه البارح على خاطر الجامعة التونسية تحرقت. الجامعة التونسية كان عندها برنامج كامل. شكون اللي حرق برنامج الجامعة التونسية؟ اللي حرقه لها هو المردود السيء اللي ظهر به المنتخب التونسي، ما عادش نجم تمشي فيه. لأنه لو كان المنتخب التونسي تأهل للدور الثاني ووصل للدور ربع نهائي كيف الكأس الإفريقية الفارطة، رانا شفنا اللي حكيت عليه تقريبا من اللي قالوا راهو أنيس البوسعيدي ماشي للمنتخب التونسي. وقتها قلت أنيس البوسعيد حلقة موجود، أقسم بالله يا الأولاد الحلقة موجود، كان تحبوا نجيبها لكم تو نجيبها لكم. ما عنديش برشا رغم اللي هبطناها تقريبا قديش عندها 15 يوم من اللي هبطنا الحلقة هذه. قلت وقتها أنيس البوسعيدي الواه ماشي وخالت على الناخب الوطني جلال القادري والبقية بومنيجل وسليمة بن عاشور، على خاطر عندهم برنامج كامل كما قلنا حرقته لهم الوجه السيء اللي دور به المنتخب التونسي. تو أنيس البوسعيدي ماشي، ثم مدرب وزوز مساعدين متاعه وهو ماشي الواه، ما هي باينة الحكاية انه جلال القادري باش يمشي على روحه وهما قاعدين يحضروا. كيفاش يحضروا؟ منذر الكباي، مشي منذر الكباي شكون شد بلاص؟ شد بلاصته جلال القادري. كيف يمشي جلال القادري باش يشد بلاصته أنيسة البوسعيدي؟ زعمة ما هما الجمهور كي يتغشش نسكتوه باش نسكتوه بمدرب. نفس الشيء كيف جلال القادري من الاول مشى منذر الكبير شد بلاصته جلال القادري على اساس مدرب مؤقت هكا ولا ليه؟ ما عدنا عارفك تزربنا، عدنا تصفيات كاس العالم ما نعرف شنو ترشحنا لكاس العالم، قال لك جلال القادري يقعد، هما حشتهم به والنتائج مشات معاهم. نفس الشيء أنيس البوسعيدي من الاول على اساس جلال القادري يمشي على روح يشد بلاصته أنيس البوسعيدي. عدنا هلا الدورة اللي جاية في اسمها دورة مارس في الإمارات اللي فيها المنتخب المصري ومنتخب نيوزيلندا والمنتخب الكرواتي، نعملوا نتيجة إيجابية كيف ما عملناها في دورة الكيرين اليابان وكذا، وإحنا فالحين فيها معروفين، إحنا فالحين كان في الماتش ميكو، فالحين كان في المقابلات الودية، ننتصروا مثلا على مصر ولا على نيوزيلندا نلقاور وإحنا في النهائي أمام منتخب كرواتي، كان فزنا عليهم كما فزنا ضد اليابان. بوسعيدي صاحبي الشباب وهزروا كاس شمال افريقيا مع منتخب الشباب وخليه يقعد وذايا جرح وذايا قروم وكلموا شويه بلاتوات وليه البوسعيدي وعنده الشخصيه نتاعه ومش كيما جلال القادري وليه يحكيوا فك اللغه هذيك. وكان انهزمنا من منتخب كرواتيا مالو الا المنتخب الكرواتي والمنتخب التونسي قدم قدامه وجهه ممتاز، الوجه اللي يخلي واللي يثبت أنيس البوسعيدي كمدرب اول للمنتخب التونسي. كل شيء تحرق، كل شيء طاح في الماء، على خاطر حاليا الجماهير التونسية ما عادش الطالب تغيير المدرب، حاليا الجماهير التونسية مكبشة الطالب بتغيير المكتب الجامعي، ديجاج الناس الكل. هذاك علاش قال لك أنيس البوسعيدي انت حاطه الواه تو أنيس البوسعيدي يقولوا احنا مدرب الشباب خليه مثلا، ومنتصر الوحيشي جايبوا الواه تعطي فيه في الشهرية الواه. الخضم هذي الكل حبيباتنا كالعادة عطاوا الآراء متاعهم، واللي نتصور جماهير المنتخب التونسي ما همش مستحقين الآراء متاعهم من نصرهم، لكن الله غالب مفروض علينا وبلجي علينا باش نسمعوهم. وهذا المشكل الكبير، هذا المشكل الكبير. نسمعوا مع بعضنا بالطبيعة أمين كمون ووليد الهجري شنية حكاوا على أنيس البوسعيدي ومنتصر الوحيشي بعد بالطبيعة كالعادة عادنا ما نحكي. ثم ثلاث قراءات، القراءة الأولى أنه أنيس البوسعيدي كان في الستاف نتاع ليكيب هذي دونك يقعدوا برمي ويجي مع منتصر يولي الأسيستون نتاعو. ثم القراءة الأخرى تقول لك أنيس كان أسيستون يلقارد سون بوست داسيستون ويجي منتصر يولي على البرمي اونترنور. والقراءة لا ما نجمش يولي على البرمي اونترنور، منتصر نجمش يولي على البرمي اونترنور على أنيس. وليد قاعد نعطي في احتمالات، فاهم الاحتمال الثالث انه يكونوا دي زونترنور، وهذا الكل شنو السبب فيه؟
عدم الوضوح عدم الوضوح في البلاغ. ان شاء الله الجامعه توضح، ان شاء الله يلزمها توضح لانه باهي الوضوح هذا حتى للراي العام والناس باش تفهم. شوف شنو تعليقك وليد؟ تعليقي انيس قلت لك مدرب شاب، مدرب مغروم مع تاريخ الباسيون. إيه شاب ترى تبارك الله مش صغير، أنا استوى كبر 41 سنة وربي توه شاب. أنا ماني دين نفكر أنا وياه نلعب وما زلنا يا ديزون هو على اليمين وأنا في اللاكس نفكر كل أيامات لعبت أنا وياه. لا ينتجري وليد وليد لا ينتجري هو العمر وصار. لا بس. هو أنيس البوسعيدي مدرب خدم في تونس، درب في ملعب تونسي، خرج ليبيا، عنده تجارب وإكس انترناسيونال وعامل كاريير وكيما قلت لك مغروم والغرام راهو حاجة مهمة برشا كيما في التدريب كيما في أي حاجة أخرى. أنا بالنسبة لي كي تقول لي أنت شكون ينجم يكون توا مؤقتا مدرب أول، نقول لك أنيس ومعه منتصر، منتصر الوحيشي. يعني غرام قال لك أخي ربي في الكباش، هو غرام شنو عنده الغرام؟ نعرف اللي عنده الغرام يربي الكباش يعملك يلبس لك هكا الدنجري وكل المشموم هذاك نعرفهم. الغرام شنو عنده الغرام؟ سيء عنده الغرام يلزم يكون مدرب اول. يعني احنا حاليا مشكلتنا كجماهير المنتخب التونسي نحبوا نعرفوا شكون المدرب الاول وشكون المساعد نتاعو للمنتخب التونسي. احنا مشكلتنا حاليا كجماهير المنتخب هانا نستناو باش يتنحى المكتب الجامعي يتقلع بكله، قالوا مدرب اول وهذاك مساعد وهذا يجي، وقالوا لا نعطي في الاحتمالات. الاحتمالات تخليهم عندك يا معلم، شي منا فهم هذه نقطة، نقطة أخرى هذا مدرب الأول وهذا مدرب ثاني، وينهم الماتشوات اللي باش يلعبوهم؟ صار باش يقعدوا هما حتى كشي ما تجي مقابلات للمنتخب التونسي باش نعرفوا شكون المدرب الأول المدرب ثاني. حكاية فارغة هذية، حطوها باش عبارة ريت شنو قمارة، ريت واحد كي يبدأ ماشي البلاصة وخايف لا يذيع في غابة ولا الله أعلم يحط يعمل قمارة شجرة ولا حاجة يعمل فيها هيكس ولا دورة بالدهن ويمشي على روحه باش كي يجي يرجع يلوش. هما كيف كيف هكا نحطوا أنيس البوسعادي ونحطوا معاه منتصر الوحيشي ونجسوا بهم، نجسوا نبض الشارع الرياضي. كان الشارع الرياضي ساكت على روحه، خالي كيك حتىكش ننظم أمورنا وكذا وكذا، هكا احنا سلكناها باش ملي كنا خايفين لنتقلعوا لهيناهم بأنيس البوسعادي ومنتصر الوحيشي شكون المدرب الأول وشكون المدرب الثاني للمنتخب، حتى كشي هما يتلهوا بالشيء ذاك نركحوا أمورنا من هنا تك تك تك. واحد من المكتب الجامعي يقعد هو الرئيس الجامعة مكان وديع الجريم، وبعد نحيو منتصر الوحيشي ونحيو أنيس البوسعادي ونجيبوا مكانه مدرب آخر. الهدف متاعهم وصلوا له أنهم ركشوا في الجامعة التونسية، يعني الفساد باش يقعد في الجامعة التونسية. ونتصور هذاك علاش إلى حد الآن اللاعبين القرارة من الشراف في المنتخب التونسي هذاك علاش إلى يومنا هذا مازال ما خرج منهم حتى واحد، وقال لك باش نعتزل لعبة دوليين على خاطر نتصورهم مازالوا عارفين انهم هذوما المنظومة متاع الفساد هما المازالوا. هتمتصورش انا يوسف المساكني مثال ولا علي معلول ولا تو علي معلول نحطوه على جنب ولا القرارة بصفة عامة الكبار. تصورش انا وقت اللي يمشي يجي مدرب خشين ياسر ويجي رئيس جامعة اخر نظيف، تصورش انا هذوما مازال باش يعيطلهم. يعاد يقول لك خويا احنا نكرموا اللحية متاعنا بيدينا ونعلنوا الاعتزال للعب دوليا وهكا مشي يكتاح الكف على ظله، خير من اللي نتنساو وكيك ما عادش يعيطونا نتنساو. بعد تصور انت يوسف المساكني يقعد عام ولا عامين ولا ثلاث سنين ما يعيطولوش ويقول لك اعلنت الاعتزال، صار يقول له صار مازلت تستنى في بلاصه، اما توا تبدا سخونه وتخرج تعلن الاعتزال دوليا نورمالمون. اما هما عارفين انه مازال الى حد الان ثم تمكميك ومازالوا باش يقعدوا في المنتخب التونسي. اما من نجموا كان نقول لكم دوي والحلقات بحول الله مازالت ومازلنا باش نتكيوهم الناس الكل وباش نكشفوا المستور الكل وبحول الله ما ثم كان الخير والمنتخب التونسي باش يرجع للسكه الصحيحه باش يرجع لبلاصته ما تبدا كان ما يبدا رئيس جامعه جديد في الجامعه التونسيه لكره القدم. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه كالعاده البياري مطبخه كمش يقول لكم تحيه تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام. Thank you.